كابتن ابو العلا بالتاكيد كابتن عماد النحاس بيحط تكتيكه، كان عامل حساب علي معلول، عامل حساب الجبهه دي، هل اراحوا فايلر شويه بالجبهه الشمال مع كل الاحترام طبعا لايمن اشرف؟ اكيد طبعا في تشال من عليه مفتاح لعب لكن هو ده مش هيخليه يطمع كابتن بشكل مختلف. يعني هو مش هيغير طريقه لعبه، لان عماد النحاس ما بيش هيغير طريقه لعبه، بيشتغل على كاونتر اتاك، بيلعب مقفل دفاعاته بشكل جيد، بيلعب كومباكت، عنده لعيبه بتطبقوا الفكر بتاعه. يعني هو بيستخدم شكر نجيب او بيستخدم سيف الجزيري او لما يكون لويس ادوارد او لما كان محمد طلعت موجود، هم دول طريقه الفكر اللي بيلعب بيها عماد النحاس. هو يقطع الكوره من اقل عدد من اللمسات، يلعبها في حته ورا المدافعين اللي هم منطلقين، سواء هيبقى علي معلول لو كان موجود او سواء احمد فتحي او محمد هاني اللي بيبقى موجود. هو دي لعبته. هو انا عايز اقول لك الفريق المونيه كابتن السنه دي انا وجهه نظري اقدر اسميه فريق الاسكى. اسكى فريق السنه دي. لان فريق المونيه اولا هو كابتن يعني ممكن يسيبك الاستحواذ، ممكن ما يهموش الاداء بشكل كبير. الغريبه كمان السنه دي ان في ماتشات كتير جدا كسبها وهو مش كويس. مظبوط. يعني اخر الاتحاد السكندري فهو يعني في فرق الذكيه اللي تعرف تكسب وحشه وهي بتلعب مباراه مش جيده جدا. فانا عشان كده بقول لك فريق مونين فريق الاسكا، فريق كمان عنده حظ بشكل كبير جدا جدا، والحظ اكيد بيجي لحد مجتهد وحد منظم محافظ لعيبته بشكل او باخر. لكن التشكيل اللي موجود من النادي الاهلي مش هيخلي كابتن عماد النحاس يغير من طريقه لعبه. مش هينزل مثلا ضاغط، مش هيفاجئ انه يضغط ضاغط من اول، لا هينزل متحفظ، ممكن يسيب للاهلي الاستحواذ، ممكن يسيبه ينقل كوره عرضي، هتلاقيه مقفل جدا، هيبقى حته الشرسه اللي تشتغل دايما في التلت الدفاعي. يعني فريق مونين يبقى شرس في الضغط على الواحد ضد واحد، عنده كمان متميز في كرات ثابته. محمد سمير بيشتغلها بشكل كويس ويستخدمها بشكل جيد، فهو يلعب على الاسلحه دي. مش كده بقول لحضرتك هو الفريق الاسكى السنه دي. اولا هو داخل فيها كابتن 8 اهداف، جاب 18 جون، ثاني اقوى دفاع، ثاني اقوى دفاع من 18 جون جاب 29 نقطه. يعني كسب حوالي 4-5 ماتشات 1-0. فهو زي ما قلت لحضرتك فريق ذكي، فريق عارف يستخدم ادواته بمنتهى الحرص وبمنتهى الواقعيه، واقعيه جدا. فالنهارده واقعيته مش هتخليه كابتن يطلع بره النمط الطبيعي ويفاجئ الاهلي مثلا يضغط من الجبهه اليمين او الجبهه الشمال، لا هو مش هيحصل، مش ما اعتقدش انه هيحصل. هو هيشتغل بنفس ادائه، محافظ لعبته. او في حاجه ثانيه النهارده ممكن نتيجه نص الملعب، هو عنده لعيبه نص الملعب النهارده زي معروف يوسف ومجلي، دول لعيبه كويسين بيعرفوا يلعبوا رجل لرجل، فممكن يحاول ياخد من الاهلي نص الملعب عشان عمرو السولية موجود ومحمد ولي. فيحاول النهارده انه يبقى فكره عارف امتلاك وسط الملعب. دي ممكن تخليه النهارده في ذهنه ان هو لما يمتلك وسط الملعب تديله افضليه طوال المباراه، ياجل يدخل فيه هدف، يقدر يخطف جون زي ما بيخطف.